بيموت هشامتي ولقربه قلبي لكم يتودد ولأمره إني مطيع سامع ولنبيه حاشا يا ما
يا مختار قومي ملك أنا جسمي طعم على ما غيرت فؤادي ملك بالبدر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لآي الرسل في معجزات طوى موسى
مذنبي يا رسول الله إني مذنب ومن الجود قبول المذنب أنت يا طه الأمين حين جاءوا تائبين لن يكونوا خائبين أنت يا طه الأمين باب كل العالمين أنت يا طه
وأتباعه وذريته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما. لا تجعل اللهم فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجمعنا على ما يرضيك، وحل بيننا وبين معاصيك، واجعلنا يا ربنا من المتحابين فيك، والمتجالسين فيك، والمتزاورين فيك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إن اجتمعنا على قراءة سيرة نبيك وحبيبك سيدنا محمد، فاحنا اللهم على سنته، وتوفنا على ملته، ولا تحرمنا من شفاعته، وأوردنا حوضه الأصفى، واسقنا من يده شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا يا كريم. اللهم إنه بابك الأعظم الذي منه الدخول إلى حضرتك الرفيعة، فأوردنا هذا الباب موردا نسلم به من داء البعد والقطيعة، واجعل كلمتنا بين عبادك مقبولة مسموعة، واجعل أسماعنا وأبصارنا وجوارحنا لأوامرك منقادة مطيعة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم واجزل الثواب والعطية لمن كان سببا في إقامة هذا المولد الشريف، وعوق عليهم خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين وفقنا، يا أرحم الراحمين ارزقنا، يا أرحم الراحمين كلنا عونا ومعينا وحافظا وناصرا وأمينا. اللهم أنزل خيراتك وبركاتك ورحماتك على أهل هذا المنزل وعلى سائر منازل المسلمين، وعم بفضلك ببوتات المسلمين كلها بالأفراح والمسرات والخيرات والبركات برحمتك يا أرحم الراحمين. أسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة في ليلة ميلاد نبيك سيدنا محمد، ونتوجه إليك بوجهه وقلبه صلى الله عليه وسلم، أن تكشف عنا وعن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها كل هم وغم وكرب وشدة يا أرحم الراحمين، واكشف عنا وعن جميع المسلمين من الغلاء والبلاء وتسلط الأعداء ما لا يكشفه عنا غيرك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إلى باب الله الأعظم والنبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وإلى جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، خصوصا إلى أهل هذه البلدة وما حولت من أهل الفضل والسنة، وإلى أرواح والدي ووالديكم ومشايخي ومشايخكم ومن له حق علينا ولمن صنع معنا معروفا، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وعلى نية القبول واستعطاف قلب حضرة سيدنا الرسول، وعلى نية بلوغ المأمول وإصلاح الحال والمآل والوفاة على الإمام، والنصر على الأعداء، وكشف البلاء عن هذه الأمة المحمدية، سر أسرار ما قرأناه وسر أسرار الفاتحة الشريفة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نذكركم رؤيا راها دكتور رفيق السباعي رحمه الله. شيخ رفيق السباعي كان ملازم لسيدنا الشيخ بدر الدين حسني، رأى رؤيا في علي يعني درج فوق علي بسموها، رأى سيدنا الشيخ بدر الدين حسني وسيدنا الشيخ سليم خلف وعم يجدوا هالبيتين هدول، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. فلذلك قلت سمعت من شيخ رفيق رحمه الله وانا سباعي ولازم نسن شبل الدين، صرنا نقول اخر ايش كل مولد وكل حضره وكل ايش مجلسي نختم بهذه ان شاء الله باذن الله. نراكم كلكم وكل عام وانتم بخير، وجمعنا الله كما جمعنا في هذا المكان المبارك، الله يجمعنا جميعا لحضرة رسول الله، يعطف قلبه ولا شغل علينا.